قصة الكنز المغربي الذي استغرقت المفاوضات حوله قرونا بين المغرب وإسبانيا، كنز السلطان المغربي زيدان الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. في أيام السعديين كان المنصور الذهبي مولعا باقتناء الكتب وجمع منها خزانة عظيمة، وصار خلفه ابنه زيدان على سنته في الاهتمام بالكتب حتى صار يمتلك مكتبة عظيمة تضم عددا هائلا من المجلدات النادرة المغطاة بماء الذهب والمنمقة بالجواهر النفيسة، وبعضها مكتوب بخطوط جميلة جدا وذات روعة فنية عالية. عندما اندلعت ثورة أبي محلي سنة 1613 ضد السلطان زيدان، اضطر هذا الأخير للفرار من مراكش، وكان أول ما فكر فيه خزانة كتبه، فوضعها في صناديق ووجهها إلى مدينة آسفي لتشحن في سفينة كانت هناك لأحد الفرنسيين لينقلها إلى أحد مراسي سوس. فلما وصلت السفينة انتظر كاستيلان مدة كي يدفع له السلطان زيدان أجرة عمله، ولما طال عليه الأمر هرب بمركبه وشحنته الثمينة، فتعرض له في عرض البحر القراصنة الإسبان وطاردوه للاستيلاء على الصناديق التي كانوا يظنون أنها مملوءة بالذهب، واستولوا بالفعل على المركب الفرنسي وأخذوا الصناديق. فلما فتحوها ولم يجدوا بها إلا الكتب وكانت تعد بالآلاف، قدموها هدية لملك إسبانيا فيليب الثاني، فوضعها في كنيسة عظيمة بناها بالأسكوريال قرب مدريد. استشاط السلطان زيدان غضبا عندما علم بالخبر، واحتج بشدة لدى ملك فرنسا لويس الثالث عشر وتحملت الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب في ذلك الوقت عواقب ومغبة هذا الحدث، فزج بعضهم في السجون وأرغم آخرون على مغادرة البلاد، وأصبحت العلاقات السياسية والتجارية بين المغرب وفرنسا شبه منعدمة. وقام لويس الثالث عشر بعدة مساع لدى البلاط الإسباني حتى يسترجع ملك المغرب ممتلكاته وخزانته بدون جدوى. بقيت قصة مكتبة السلطان زيدان الضائعة مثل الأسطورة، يتناقلها المغاربة إلى أيام حكم السلطان مولاي إسماعيل. فبعد عشرات السنين من هذا الحادث المؤسف وصل إلى إسبانيا الوزير عبد الوهاب الغساني سفير السلطان مولاي إسماعيل خلال حكم العاهل الإسباني كارلوس الثاني، وفي كتابه رحلة الوزير في افتكاك الأسير وصف هذا السفير الجناح الذي توجد فيه كتب ومخطوطات زيدان بدير الإسكوريال، كما فاوض العاهل الإسباني بشأن إطلاق سراح الأسرى المسلمين وكذا إرجاع بعض المخطوطات العربية إلى المغرب. واستجاب العاهل الإسباني للمطلب الأول وما طلا في الاستجابة للمطلب الثاني، واقترح المولى إسماعيل على عاهل إسبانيا الملك كارلوس الثاني صفقة تتعلق بمئة أسير إسباني من أسرى معركة تحرير العرائش. اقترح السلطان المغربي أن يطلقهم من الأسر مقابل فك أسر 500 أسير مسلم وخمسة آلاف كتاب مما تحتفظ به إسبانيا من الكتب العربية المختارة، شريطة أن يقوم الوفد المغربي بعملية الانتقاء. تقول الرسالة السلطانية: وذلك أن تعطونا في الخمسين نصرانيا من المئة خمسة آلاف كتاب، مئة كتاب عن كل نصراني من كتب الإسلام الصحيحة المثقفة في خزائنكم،
حسب ما يختاره خديمنا، وتعطونا 500 أسير من المسلمين في 50 الأخرى 10 أسارى لكل نصراني، وإن لم توجد الكتب التي هي مرادنا فاجعلوا عوضها من أسر المسلمين. وأرسل السلطان محمد الثالث سفيره أحمد الغزال إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث، وزار الغزال مكتبة الأسكوريال وتمكن من الحصول على 300 مخطوط فقط حسب ما رواه الغزال في كتابه نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد. ثم أرسل محمد الثالث سفيرا آخر إلى بلاط كارلوس الثالث من أجل افتكاك الأسرى، وهو السفير ابن عثمان المكناسي صاحب كتاب الإكسير في فكاك الأسير، لكنه لم ينسى كسابقيه زيارة دير الإسكوريال حيث توقف بالخصوص طويلا عند المخطوطات العربية ووصفها قائلا: إنها في غاية الحفظ ولا يمكن لأحد أن يدخل إلى تلك الخزانة كائنا من كان، ومكتوب عليها بخط أعجمي. أمر البابا ألا يخرج أحد من هذه الخزانة شيئا. وقد سلم ملك إسبانيا كارلوس الثالث عددا من المخطوطات العربية للسفير المغربي، إلا أنها لم تكن من مجموعة الإسكوريال. ما تزال المكتبة الزيدانية إلى اليوم موجودة بالإسكوريال، ويقصدها العلماء من كل الأقطار للاستفادة من دخائرها. وفي العام 1997 أهدت الملكة الإسبانية صوفيا خلال زيارة لها لمصر مجموعة كاملة من ميكروفيلمات المخطوطات العربية بدير الإسكوريال إلى مكتبة الإسكندرية. وفي 19 من يناير من سنة 2010 صرح وزير الثقافة المغربي بأن المغرب توصل إلى عقد اتفاقية مع إسبانيا، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تصوير جميع المخطوطات العربية والمغربية الموجودة في الإسكوريال، ومجموعها 327661، وإعداد نسخة منها على الميكروفيلم تصبح متوفرة للاستعمال العلمي في المكتبة الوطنية هنا في الرباط. وجاء هذا نتيجة مجهود كبير ومفاوضات استغرقت 4 سنوات مع الجانب الإسباني قام بها عمر عازمان سفير الملك محمد السادس في مدريد. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.